بسأل سؤال مشترك بين ضيوفنا اليوم. 21 جولة مرت من روشن، أفضل ثلاث عناصر أجنبية في مختلف الفرق، عماد السالمي رتبهم لي. كروهي، كروهي حارس الاتحاد تأكيد واحد. سؤال مفاجئ. أحمد حجازي، حجازي كلهم بالاتحاد أوكي. هي طبعا مصدر كوستافو النصر. طيب ليش اخترت هذولا؟ كروهي وحجازي بحكم أفضليتهم، أقل تسجيل أهداف في مرماهم، يقدمون أداء عالي. كروهي حارس كبير وقاعد يتصدى وما شاء الله قاعد يكسر أرقام لنجوم سابقين. أحمد حجازي ما شاء الله تبارك الله بطريقة الثلاثة وبطريقة الأربعة مميز، وتطور شوف نونو سانتو تطور في البناء من الخلف ما شاء الله. ترى على فكرة 6 نقاط أحمد حجازي حققها، فوز على الوحدة 1-0، فوز على الرائد 1-0، أيضا تسجيل هدف التعادل أعتقد أمام الشباب في الرياض، هذه يدلك على قيمة وقيمة عالية جدا. أيضا الكابتن جوستافو أعتقد من الأسماء اللي أنا على المستوى الشخصي طيب شايف تأثيره بشكل كبير في نادي النصر. أبو محمد صالح أبو الخاع، أنا أشوف تاليسكا وروما وكويلار بالهلال. أبو لما، كروهي بكل تأكيد عنصر مهم، عنصر أنا أعتقد أنه نصف الفريق وفي مباريات هو الفريق كامل، عنصر مهم في النتائج اللي حققها الاتحاد. تاليسكا النصر، أيضا روما الاتحاد. أنا أعتقد نقيس هذا الموضوع بالأثر والتأثير، يعني لما يغيب روما يعاني الاتحاد، لو يغيب كروهي حيعاني الاتحاد. فأنا أعتقد للأمانة موسم الاتحاد كروهي وروما يبنى عليهم الفريق، وأيضا لا أنسى الكابتن أحمد حجازي، ولكن أنا طلبت 3 أسماء من وجهة نظري: كروهي، تاليسكا، روما.